ناخد بقى هنا معانا دكتور رانيا يعقوب خبير الاقتصاد واسواق المال تفتنا في ذلك. ازيك يا دكتور رانيا؟ مساء الخير، اهلا بحضرتك استاذ. مساء النور، ازاي الحال؟ الحمد لله يا فندم. سعر الذهب بره كان بينزل وعندنا لا، ده ممكن كان يطلع. دلوقتي سعر الذهب بدا ينزل فعلا. خليني اقول حضرتك ان سعر الذهب في مصر مرتبط بثلاث عوامل مهمه جدا، وهي اسعار الذهب عالميا سواء بقى صعودا او هبوطا، تقييم الذهب مقابل سعر صرف العمله، وطبعا العرض والطلب. مما لا شك فيه ان عامل العرض والطلب كان احد العوامل المهمه جدا خلال الشهور اللي فاتت في مصر في ان هي تؤثر على سعر الذهب. مخاوف الناس، الاشاعات، الطلب الغير مبرر في بعض الاحيان، زي ما كنا بنقول في بعض الاحيان لما كان الدولار سعره بيرتفع في السوق السوداء بنقول ان اغلب الطلب ده غير مبرر، يعني ما هواش نتيجه احتياج مستوردين للعمله عشان يوفوا طلبات الاستيراد، ولكن هو اتجاه الافراد نتيجه بقى مخاوف، نتيجه اشاعات، نتيجه اخبار او تحليلات غير منطقيه في بعض الاحيان، فده كان بيخليهم يلجاوا ان هم يشتروا الدولار او ان هم يشتروا الذهب بالاسعار المبالغ فيها. لكن ما حدش بيختلف ان الذهب هو مخزن للقيمه، الذهب هو ملاذ امن مش بس عندنا كشرقيين ولكن عالميا. والدليل على كده ان لما بتحصل ازمه او انتشار وباء او مخاوف في اكبر الاقتصاديات في العالم زي الاقتصاد الامريكي، والمخاوف اللي من وجهه نظري كانت مبالغ فيها في موضوع رفع سقف الدين، لان في الحقيقه يعني لو احنا بنبص للاقتصاد الامريكي سقف الدين الامريكي اترفع اكثر من 100 مره منذ بدايه العشرينات. فهو مش امر غريب وكان اكيد هيتم رفع سقف الدين، فبالتالي بصوره عامه لما بيبقى في اي ازمه الناس دايما او الصناديق السياديه او بصوره عامه الدول بتلجا الى شراء الذهب. من الملاحظ برضو ان على مدار الفتره الماضيه كنا شفنا بعض الدول عالميا بتزود احتياطياتها من الذهب. وخلينا هنا نفرق في حاجه صغيره بس مهمه من وجهه نظري. ناس كتيرة قوي بتحسب فكره ان الدوله اشترت الذهب في اعلى سعر. الدول مش بتشتري الذهب عشان مضاربه. وهنا لازم نفرق ما بين شراء الدول وشراء الصناديق وشراء الافراد، كل بيتعامل مع الذهب بفكر استثماري مختلف. معاك يا دكتور. بس مما لا شك فيه برضو ان الفتره الاخيره ومع التعديلات اللي تمت والسماح بان المصريين العائدين من الخارج ممكن ان هم يدخلوا معاهم من المطار الذهب، ده هدى نوع او ادى نوع من التهدئه بالنسبه للمواطن المصري من فكره ان انا مش هلاقي الذهب، هنزل اطلب الذهب ومش هلاقيه، ففكره الوفره هنا هدت الطلب، الى جانب طبعا ان في نوع من الاستقرار عالميا زي ما حضرتك ذكرت نتيجه ان الفدرالي الامريكي مش هيلجا الفتره الجايه او هيخفف من فكره رفع الفايده، وده نتيجه برضه ان الاقتصاد الامريكي على فكره تاثر بصوره كبيره جدا برفع الفايده، وشفنا يمكن افلاس مجموعه من البنوك في امريكا تلاتها مخاوف من انتشار هذه الازمه في اوروبا، فبالتالي ابتدينا نشوف الفدرالي بيهدئ من وسيله رفع الفايده. كويس. وايضا القرار برفع سقف الدين الامريكي ده ادى نوع من التهدئه، فمما لا شك فيه ان عالميا الذهب بيهدى، محليا ابتدينا نشوف دخول الذهب فده ادى نوع من الوفره في الاسواق.